بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالاخوه والاخوات اجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحه الوالد العلامه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء والذي سيجيب مشكورا على سلتكم استفساراتكم في هذا اللقاء اهلا ومرحبا سماحه الشيخ حياكم الله وبارك فيكم هذا سائل يقول ارجو من الشيخ ان يقف مع الايه الكريمه في قوله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبين الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وقوة تأثيره على من ألقي عليه فلو ألقاه على جبل والجبل معلوم قسوته وصلابته لو أنزله الرحمن على جبل لرأيته خاشعا لله عز وجل مستكينا خاشعا متصدعا تصدع الجبل على صلابته لتأثير القرآن فيه وهو جماد يتصدع من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعظمة هذا القرآن وتأثيره على من سمعه ومن أنزل إليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تفكرون في معانيها فأمثال القرآن عظيمة ومؤثرة لمن عقلها قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ففي هذه الآية الكريمة بيان عظمة القرآن وتأثيره حتى لو أنه أنزل على جبل لخشع لله عز وجل وتأثر بهذا القرآن فالله جل وعلا بيّن أن قسوة قلوب بني آدم أشد من قسوة الجبل الصلب، وهذا لمن لم يتأمل القرآن ويتفكر فيه وفي مواعظه وبياناته وانما يمر عليه القران دون ان يؤثر فيه بقسوه قلبه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. بارك الله فيكم. كيف يكون الشيخ هجر القران؟ وما الاحكام المترتبه على هجر القران؟ قال الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهجره أنواع هجر الاستماع إليه وهجر تدبره إذا سمعه وهجر العمل به فالهجر والهجر معناه ترك والرجز فهجر الرجل الرج الأصنام وهجرها تركها فهجر القرآن يسبب قسوة القلوب وأما تلاوة القرآن بحضور قلب يسبب لين القلوب وخشوعها لله عز وجل نعم هذا سائل محمد يقول شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه صلاه المرء له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها لماذا بدا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصف ولم يبدا بالكل هل هذا كمال للصلاه الله اعلم انه لم يبدا بالكل لان الكمال صعب الكمال صعب ولكن دون الكمال والناس درجات في هذا والخشوع هو روح الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهو روح الصلاة صلاة ليس فيها خشوع مثل الجسد الذي ليس فيه روح ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى فلا بد من خشوع القلب حضوره في الصلاة والناس يتفاوتون في هذا فمنهم من يكتب له الأجر الكامل ومنهم من يكتب له دون ذلك بحسب حضور قلبه وخشوعه ولا يخشع القلب إلا مع التأمل والتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبر القرآن قال ابن القيم رحمه الله وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن نعم. احسن الله اليكم. آه هذا ابو سالم يقول يا شيخ بالنسبه للبسمله هل هي موصوله بسوره الفاتحه وتعتبر ايه من الفاتحه؟ البسمله ايه من القران مستقله ليست من الفاتحه ولا غيرها وكانت تنزل في بدايه السور. فإذا نزلت الفاتحة علموا أنها ستبدأ سورة من القرآن وتنتهي سورة قبلها فهي العلامة على ذلك وهي آية مستقلة نعم السائل يقول يا شيخ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي بعمه العباس فما هو التوسل الجائز وما هو التوسل الممنوع؟ الرسول لم يستسقي بعمه العباس انما هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان يطلب من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله بالغيث للمسلمين، اللهم انا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا يقول عمر واننا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. قم يا عباس ادعوا الله، فيدعو الله، معناه انه يدعو الله لهم بالسقيا، اي نستسقي بدعائه. نعم. فضيلة الشيخ هذا سائل ارسل بمجموعة من الاسئلة يبداها بهذا السؤال يقول: ورد لا ادري هل هو اثر ام حديث العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وارجو ان تشرحوا ذلك لا اعلم ان هذا حديثا الله اعلم ولكن معناه صحيح ان العلم بالتعلم فالعلم لا يحصل الا بتعلمه والجلوس الى اهل العلم الاستماع لهم والتلقي عن العلماء العاملين الربانيين فالعلم لا يأتي إلى الإنسان بدون تعلم وكذلك الذي يتعلم على الأوراق أو على الكتب أو على الإذاعات هذا ليس بتعلم بل هذا يكون ضلالا إنما العلم يؤخذ عن العلماء المعروفين به علماء المعتبرين علماء الربانيين يؤخذ العلم عنهم نعم يقول أرجو من سماحة الشيخ صالح أن يتحدث عن فضل تعليم العلم والأجر المترتب عليه وهل هذا حديث عالم واحد أفضل من مئة عابد الأثر ليس بهذا اللفظ الأثر عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لأن العالم يخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأما العابد الجاهل هذا ليس عنده علم ولا يعتمد عليه في السؤال والجواب، والعابد أقرب أن يغويه الشيطان، لأنه ليس عنده علم، أما العالم فليس أشد على الشيطان من العالم، لأن العالم يخصم الشيطان ويطرده ويكذب أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة نعم أخيرا يقول ورد بما جاء في التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له هل هذا حديث وما شروط التوبة إلى الله نعم هذا ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني إذا تاب توبة صحيحة بشروطها أولا يقلع عن الذنب ويتركه ثانيا يعزم أن لا يعود إليه ثالثا يندم على ما حصل منه هذه شروط التوبة ليست التوبة باللسان فقط لفظ يقال باللسان لا بد من هذه القيود حتى يقبلها الله سبحانه وهنا شرط رابع إذا كانت التوبة من حق للناس عليه أداه إليهم فإنه أيضا لا بد من ذلك لا بد أن ي... أن ي... مع التوبة أن يؤدي الحقوق التي عنده للناس ويتخلص منها حتى يقبل الله توبته لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفو المخلوق عنه ومسامحه المخلوق او ادائه اليه. نعم. بارك الله فيكم. ارسل احد الاخوه بسؤال يقول ما مناسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه. وصارت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة صاروا أيضا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يميط ما علقه الكفار فيها من من الصور ومن الأذى ويطهرها ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة وهم مجتمعون في المسجد الحرام وممسكا بحلقة الباب فقال يا أهل مكة ما تظنون أني صانع بكم يعني بعد ما آذوه وضايقوه وأخرجوه من مكة هاجر إلى المدينة وهي أحب البلاد إليه مكة أحب البلاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولما خرج منها وقف وقال والله انك لا احب البلاد الي ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت فالله فتح له مكه في السنه العاشره من من الهجره غزوه الفتح الفتح العظيم فقال يا اهل مكة ما تظنون اني صانع بكم بعدما اذوه وضايقوه واخرجوه من مكة ووقفوا في وجه الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تظنون اني فاعل بكم يعني معاقبة لهم ولو فعل فيهم ما فعل لكان له ذلك عليه الصلاة والسلام قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم جميعا وسامحهم نعم اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد فقرته الثانيه يقول الشيخ صالح من هي ام هانئ الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اجرنا من اجرت يا ام هانئ أم هاني بنت أخت علي بن أبي طالب بنت أبي طالب أم هاني بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم بنت لأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم من من أهل مكة من استجار بأم هاني بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في بيتها متحصنا فيه فطالبت ام هاني بان يعفو عنهم فقال قد اجرنا من اجرت يا ام هاني هذا اصل الكلام اخيرا هذا السائل ابو ابو عامر يقول بعض الناس يا شيخ صالح في المجالس وفي المنتديات يتصدر الفتوى فيفتي هذا ويشرح لهذا وقد يكون ليس عنده من العلم ما يجعله يفتي الناس؟ لا يجوز هذا، وهذا من اكبر الكبائر بعد الشرك. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله في منزله فوق الشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بمنزلة فوق منزلة الشرك من الإثم والعقوبة وغير ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول هل صحيح أنما أن أول ما خلق القلم فقد قرأت في أحد الكتب عن ذلك القلم أول ما خلق قال له اكتب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب وأما أولية المخلوقات فأول ما خلق الله العرش أول ما خلق الله العرش نعم بارك الله فيكم اتخاذ مكان واحد في البيت لاداء النوافل يا واتخاذ سجاده هل في ذلك باس؟ لا باس بذلك ان يتخذ مكان في البيت للصلاه فيه صلاه النوافل وصلاه الليل واما الرجال فيجب عليهم ان يصلوا في المساجد مع الجماعه لكن اذا ارادوا قيام الليل كلهم مصلى في بيوتهم لينوروا بيوتهم بذلك ولان هذا ادعى الى الخشوع وابعد عن الرياء، نعم. فضيلة الشيخ هذا ابو شاكر يقول ما المستفاد من الهجرة النبوية كي نعلم ذلك للطلاب والطالبات؟ استفاد منها الفرار بالدين الفرار بالدين من البلد الذي لا يتمكن الانسان من اقامه دينه فانه يترك هذا البلد الى بلد اخر يتمكن فيه من اظهار دينه والعمل به كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكه وهي احب البلاد اليه الى المدينه النبويه نعم يقول هذا السائل ارجو من سماحه والدنا الشيخ وانا اتابع البرنامج ان يوجه كلمه للقائمين على بعض المساجد لان البعض في المساجد لا يهتمون بالبخور والرائحه الطيبه وتنظيف السجاد وغير ذلك ماجورين. نعم يجب العنايه بالمساجد خصوصا الموكول إليهم تنظيف المساجد وفرش المساجد وتطييبها من الموظفين، وأول من يعنى بذلك الإمام، إمام المسجد والمؤذن ثم من وكل إليه العمل في المسجد يجب عليهم أن يعتنوا ببيوت الله غاية العناية ويهيئوها للصلاة ويبعدوا عنها كل ما يؤذي المصلين أو يضايق المصلين نعم له فقرة أخرى يقول الشيخ صالح المشاركة في بناء المسجد مثل الحديد والبلوك والمكيفات والأثاث هل يعتبر ذلك من البناء؟ نعم المشاركة في بناء المسجد إما بالعمل باليد وإما بتقديم المواد التي يبنى منها المسجد كل هذا عمل صالح ومشاركة في الخير. نعم. يقول العبارة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا يرددها خطيب المسجد كل جمعة. نعم هذا من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. لما خطب قال أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية نعم أبو عبد الله يقول سماحة الشيخ صالح حدثونا عن الإمام النووي رحمه الله وما أبرز الكتب التي ألفها مأجورين الإمام النووي رحمه الله إمام جليل في علم الحديث وسائر العلوم الشرعية إمام جليل ومن مؤلفاته شرح صحيح الإمام مسلم هذا من أعظم شروحه ومن أعظم مؤلفاته شرح صحيح مسلم للإمام النووي نعم يقول أيضا وكذلك رياض الصالحين الكتاب المشهور نعم يقول رو... دائما اقرا حديث رواه الطبراني، من هو الطبراني يا شيخ؟ الطبراني من ائمة الحديث من ائمة الحديث عالم مشهور وله معجم في الحديث قالوا له معجم الطبراني معاجم الاوسط والكبير و... نعم من الاسئله التي وردت يسال عن الشفاعه ومتى تكون وهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع امته وما الفرق بين الشفاعه الخاصه والشفاعه العامه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات منها الشفاعه العظمى وهي الشفاعه في اهل المحشر اذا طال عليهم الوقوف في المحشر يشفع لهم عند الله بعد أن يأذن الله له بذلك فيشفع بأن يريح الله الناس من الوقوف في المحشر فينصرفون إلى الحساب هذه الشفاعة العظمى الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذه الشفاعه العظمى لانه يحمده عليها الاولون والاخرون نعم يسال في فقره الله يا شيخ عن افضل الصيام على مدار السنه هل هو صيام الاثنين او آه ثلاثه ايام من كل شهر او الخميس كلها مشروعه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها ثلاثة الأيام عن ثلاثين يوما هذا عدد أيام الشهر فيصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأيضا يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من كل أسبوع نعم بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت الأخ ابو كريم يقول: ما الفرق بين بيع التورق وبيع العينه والامثله في ذلك؟ بيع التورق نعم التورق اللي يسمونه الناس الدينه يحتاج نعم. الانسان الى نقود فانه يستدين بمعنى انه يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق بثمن حال وينتفع بثمنها فإذا حل الأجل يسدد للداين نقوده التي يطلبها منه بثمن السلعه المؤجل هذا التورق من الورق وهو الفضه لأن القصد منها الحصول على الورق أي على النقود نعم وبيع العينه بيع العينة حرام لا يجوز بيع العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها ممن باعها عليه يشتري يشتريها ممن باعها الداين يشتري سلعته التي دينها للمحتاج يشتريها لأنها ستباع بثمن قليل فلا يجوز له أن يستردها وهو قد باعها بثمن مؤجل يشتريها بثمن قليل أقل مما باعها به نعم الشيخ صالح في نهاية حلقتنا نود أن تتحدثوا بدعاء وكلمة لجنودنا المرابطين سواء في الداخل والخارج لان لكم قبول والامه تدعو لكم جزاكم الله خيرا. نعم الجنود جنود المسلمين سواء في الداخل او في او على الحدود كلهم كلهم في عمل جليل وهو حمايه البلاد وحمايه الامن ولهم يعني مكانه في ردع المجرمين ومتابعه المجرمين والمخلين بالأمن والمخلين بنظام البلد فلهم جهود عظيمة سواء كانوا على الحدود أو كانوا في داخل البلد ولكن الذين على الحدود أعظم أجرا لأنهم يتعرضون لخطر أكثر من غيرهم نعم شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن امه الاسلام خير الجزاء اشكر الحقيقه فريق العمل من المعدين والمصورين والمخرجين وهذا زميلي السلطان العتيبي مخرج هذه الحلقه يتمنى لكم دائما وابدا اوقاتا طيبه وعمره بذكر الله عز وجل اما انا فاقول دائما استمروا في طاعه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته